السلام عليكم، معكم أمل التمار. كنتمنى لكم عواشر مبروكة وكل عام وأنتم بألف خير. احنا الآن في حي المحاميد في مسرح الهواء الطلق، مسرح جميل، لعدة التفاتات كاليوم مثلا احتفاء بعيد المرأة، مجموعات شبابية وحنا كنصفقوا للشباب وكنعاونوهم وكنبغيوهم يكونوا القدام باش يحملوا المشعل على أحسن صورة، وكنشكرهم بزاف على هذا التكريم على هذا الاحتفاء، وكنشكر الحضور. أمسية كانت جميلة، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. ما كاينش الغياب، أنا كنختار الأدوار ديالي بدقة. أنا عندي مشاركة في واحد الفيلم جميل معتزة بالدور ديالو اللي هو بنت الحلال، كيتطرق لموضوع الأمهات العازبات، وأنا مفتخرة بأنني كنأدي الدور ديال المرحومة عيشة الشنا. كذلك فيلم صور بمراكش العهد الأخير اللي كان أدي فيه دور امرأة مصابة بالزهايمر، لأن هذه المرض اللي ولينا كنسمعوا عليه كثير، وما كنبغيش أنها تكون المسابقة في رمضان، لأن رمضان عنده الطقوس ديالو وعنده العادات ديالو. إن شاء الله علاش لا كاع السنة تكون مشاركات، إيوا ويكون خير إن شاء الله. اللي عنده الموهبة مرحبا، اما باش تكون الاستعانه بهم ما كيبقاش واحد، ما كيبقاش الابداع، ولكن مرحبا بهم اللي عنده الموهبه واللي قد يشد الناس واللي يقدر يبدع في شي دور. مرحبا، ما نزيدوا غير الخير. حسن مكيات، انا اشتغلت معاه التلفازة وفي مسرحية داخل وخارج الوطن، مجتهد ملتزم. رأيي فيه هو أنه كتكون متعة تشتغل معاه، وكيحترم الدور ديالو وكيجسدو على أحسن صورة. ما عرف أنا التنمر اللي ولا ديجا في الريزو سوسيو راه كتير، ولكن باش يكون في التلفازة الناس بزاف ما تقبلوش. احنا خصنا نحترموا بعضياتنا، يا صغير يا كبير يا قديم يا جديد، علينا بالاحترام لبعضياتنا، لان كل واحد وعنده الميزات ديالو. وانا احترامي الكبير للاخ حسن مكيات. عالم اليوتيوب لان لقيته نافذه انني باش نتشارك مع المحبين ديالي ومع الجمهور ديالي اللي كنحترمه بزاف قصص واقعيه اللي كيبغيو الناس انها تكون تجسد على الواقع، وعلاش لا، قصص ديال النساء معاشه. بحكم احنا كنزوروا بزاف السجون وكنكونوا بزاف كنلتقوا بعده نساء اللي هما كيحكيوا لينا، كنبدل الاسماء وكنحكي والمكان وكنحكي على الواقع، وكنشكر كل المتتبعين ديالي.